أنا تعازيت في عمود الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل. ساندي تنهار بسبب سمكاري البني آدمين. هو تقريباً سادي أو عنده يعني حاجة، هو بيقتل الناس. لوم على اللي سايبينه بيشتغل بقاله 3 سنين. أنا أكتر واحدة بتألم يا جماعة، أنا ما بعرفش أنام طبيعي، أنا ما بعرفش أنام من غير مسكنات لأنه رقبتي باظت. ده كان رد ساندي على المتابعين اللي هاجموها بعد ما علقت على خبر حبس يوسف خيري المعروف بسمكار البني آدمين، فقالت ده نصاب وعمل لي إصابة كانت هتعمل لي شلل رباعي. والتعليق ده جه بعد ضجة سمكار البني آدمين في مصر لما كشفت الأجهزة الأمنية عن تزويره لشهادته وتصريح مزاولته للمهنة، فتم إلقاء القبض عليه وتشميع عيادته. ومن بين نجوم كتار شفناهم عند سمكار البني آدمين زي أمير كرارة، ماجد المصري، منة فضالي، مي سليم، وحمو بيكا وغيرهم كتير، ساندي كانت الوحيدة اللي قالت أنها تضررت بسببه. وشفنا مداخلة الوالد يوسف خيري في برنامج الحكاية قال فيها بعد سنتين تدعي أنه عمل لها إصابة. مش صحيح الكلام ده، هو في بينهم خلاف شخصي. طبعا أنا مش أنا يعني عندي محامين هيردوا على الموضوع ده لأن ده تشهير، يعني أنت كمان أنت ابنك مزور وعادي ناس كتيرة وعمل لي إعاقة وكمان بتتهمني في 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 سمعي انه انا على علاقه بابنك عشان كده بشهر بيه. انا شخص مجني عليه، انا هعيش باعاقه طول عمري، محدش حاسس بالالم اللي انا فيه. ما انا بقالي سنتين ما بنامش طبيعي عشان في الاخر واحد ابنه مزور يقول عليا انا كده. انا تعازيت في عمود الفقري طول حياتي بسبب انسان مختل، في النهايه انا بدعي عشان خاطر على علاقه بابنه، وفي النهاية ألاقي الجمهور بيشجع على ده. لا أنا عندي ما عرفش حد، ما شافش جمهور تاني وما شافش حد تاني، بس أجيب حق ابني في سمعتي اللي اتضرت. واللي ضايقها أكتر إن محدش انتبه لتحذيراتها وما لقيتش أي اهتمام إعلامي بقضيتها، خصوصا إن هي فعلا نبهت متابعينها من سنتين من التعامل مع سمكار البني آدمين وكشفت لهم عن إصابتها بسببه. وفي نفس الوقت بتعتب على الفنانين اللي طلعوا دلوقتي يتكلموا في الموضوع زي أمير كرارة اللي كشف عن حقيقة تجربته مع يوسف خيري. هو اللوم مش علينا، لوم على اللي سايبينه بيشتغل بقاله 3 سنين. الفنانين مع احترامي ليهم كلهم طلعوا عشان الترند. انا من سنتين وانا بقول يا ناس انا حصلت لي اعاقه، هو انا عشان ما بعملش شو يعني فقاعده في حالي فخلاص سيبوها تهوهو؟ هو ده اللي انا شايفاه. بس السؤال المتداول على السوشيال ميديا حاليا هو طالما الفنانين عارفين انه مش دكتور ليه بيروحوا له؟ انا رحت لان انا عندي مشكله في عمودي الفقري، انه انا عندي حاجه اسمها سكليوسز، يعني عمودي الفقري عامل حرف اس، وانا قريت انه الكيروبراكتيك ده مش بيمشي مع السكليوسز يعني، ففي تكنيك تاني عشان انا ما بحبش الطقطقه. قال لي لا مين قال لك كده؟ هو انا يعني بتاع كبده؟ هو قال لي الشهادات دي وشاور لي بقى على حيط صرح كامل، حيطه كبيره جدا كلها شهادات، فقال لي امسكي بس الموبايل. قلت له طب غلط يعني، انا عشان انت تصور نومتي مش صح؟ قال لي لا لا ما تقلقيش انا بعملها على طول، ما انت شفتي كل الفنانين بقى. حسيت بسخونه كده رهيبه وحسيت روحي اتسحبت، بس لما سالته قلت له انا حاسه بسخونه رهيبه وكان الدم كله اتحبس هنا، قال لي لا لا ده الدوره الدمويه. فانا قلت خلاص ما فيه. وبعدها بايام بدات تحس بوجع في رقبتها وراسها وصداع في الوقت اللي كانت بتستعد فيه لمهرجان الجونه سنه 2019. لما رحت الجونه انا مش قادره البس اللانسز من كتر ما انا عندي صداع، دماغي بتتكسر حقيقي، فعليا دماغي بتتكسر. فقلت انا مش هلبس اللانس، لدرجه ان الصحفيين لما انت واخدتي بالك من صور الجونه لما كنت لابسه البدله شكلي كان متغير. اولا كان شكلي مخنوق كده وعامله كده مش قادره بتحرك بالعافيه لاني تعبانه. ونشرت ستوري على الانستجرام وبان الموضوع كان في اصابه في رقبتها، فقررت تشوف دكتور متخصص، وهنا كانت الصدمه. كنت فرحانه وبدات رقبتي ما عادش تقدر رقبتي يا ماما. الدكتور قال لي هو انت عملتي حادثه؟ قلت له لا حادثه ايه؟ فقال لي لا ده انت عندك ده حاجه كانت هتجيب لك شلل، يعني اكيد حاجه جامده يعني اكيد فاكراه. قلت له معلش ممكن اوري حضرتك فيديو جايز ده السبب؟ فوريته الفيديو قال لي اه طبعا هو ده طبعا ده كان هيقتلك. فقلت له حصل ايه؟ قال لي انه الغضروف لما طرقع في المكان الغلط الغضروف نطر خبط في النخاع الشوكي يعني ريح عليه، زي كده ما تيجي تقومي ضربه واحد عامله له كده قطع له النخاع الشوكي وتموتي. هي هو بيعمل نفس التكنيك على فكره، هو تقريبا سادي او عنده يعني حاجه، هو بيقتل الناس لانه مستحيل ان انت تبقى شخص مش اهل لده
وانت بس خدت كورس كده قعدت اسبوعين تترقع في الناس. شو خير يا جماعه؟ والله انت اللي ترقع. اخويا الجدع ربنا يستر عليه. ثانك يو ثانك يو يوسف ثانك يو سو ماتش.